الغربال تسريح لاعبي الاهلي وسط الموسم. الاعلام فاضي، الدنيا واقفه، المنتخب بيتمرن، المنتخب الاولمبي معسكر بدون مباريات، فما فيش في الصحافه او في الجرايد والمواقع الا اخبار واجتهادات، وكلها اجتهادات. اجتهادات منين يا حبيبي؟ دول كل يوم مستر موسيماني بيعمل مؤتمر صحفي مغلق سري معاهم. عارفين بيفكر ازاي وهيمشي مين وهيجيب مين اما هتسمعوا الحاجات هتلاقوا الاهلي تقريبا بيسرح فرقته في وسط الموسم. الموسم يا دوب بينتصف، ومع هذا يعني تلاقي مثلا في المسا صدام بين لجنه التخطيط بالاهلي وموسيماني. الخلافات على التعاقد مع حارس جديد والمدير الفني يرفض. شوفوا الراجل بقول لكم لسه جاي. ومع هذا بسبب عدد الاجانب الاهلي ينتظر تقرير موسيماني. مين يقدر يقيم مين من الاجانب نجح ومين ما نجحش؟ انا عايز اسال سؤال. احنا عندنا 5 اجانب. اخرهم اللي جه بواليا. ايوه. وده جاي بناء على اجماع فني وشعبي ومتابعه في الدوري المصري. الاربعه التانيين يعني انتوا شايفين ان ممكن علي معلول يمشي؟ لا. الاجابه هقول لك مستحيل. بدر بنون يمشي؟ طيب بدر بنون هيقول لك مستحيل. اجاييه هيقول لك ده احسن. اليو ديانج. طب اليو ديانج يمشي؟ يبقى احنا بنتكلم، هل بواليا في عاقل يستطيع ان يقول بواليا نجح ولا ما نجحش؟ هو سيبك من انه يجيب جون ولا ما يجيبش، احنا عندنا اقوى خط هجوم افريقي ومحلي. صحيح. محدش يكلمني السؤال مش هنجيب مهاجم، عندنا اقوى خط هجوم. الجون يجي ازاي بقى؟ ده اسلوب تكتيكي. يجيبوا الفيرود، يجيبوا الجناح، يجيبوا يعني سيبوا الناس تشتغل يا جماعه، من فضلكم سيبوا الناس تشتغل شويه. على فكره ولادنا اللي بحسن نيه بيقعدوا يتكلموا على السوشيال ميديا، اولئك التجار الكراهيه والخبثاء اللي بيصدروا او بيحاولوا يصدروا المشاكل النادي الاهلي بياخدوا الكلام ده ويبرزوه ويبنوا عليه خطط اعلاميه خايبه لا مؤاخذه يعني. الاقي كمان في الاهرام المسائي الاحمر يبحث عن الاجنبي الراحل، مين اللي هيمشيه من دول؟ موسيماني يتمسك بمغادره بواليا، وموسيماني كان متمسك بالتعاقد مع بواليا. كل ده ضغط على بواليا، خلي بالك. طبعا كل ده انتوا بتتكلموا في موسم يا لسه في المنطقه، يعني الله اعلم على نهايه الموسم هتبقى حاله كل لاعب عامل ازاي. بذكاء، بخبث. انك بتضغط على اللعيب اللي لسه جاي وتسربعه اكتر ما هو عايز يثبت وجوده. بواليا ده مهاجم من طراز عالي جدا يعني. فمحدش. ولاقي كمان في نفس الجورنال الاهلي يغلق ابوابه امام المطاريد. موسيماني يرفض عوده بادجي وتجميد المشاغبين مستمر. روح انا. هو يعني اتقال له ورجع بادجي؟ يعني رفض ليه؟ اتفتح الموضوع ده دلوقتي ليه؟ ومين فتحه مع مين؟ هو موسيماني لو فاضي للكلام ده كله هيمرن امتى؟ هيشتغل امتى؟ المسا قالت حسام حسن على بوابه الاهلي. الخطيب يزور سموحه لانهاء الاتفاق على ضم هداف الدوري الممتاز. طب الكابتن الخطيب زار سموحه تلبيه لدعوه من المهندس فرج عامر عشان يخلص حسام حسن. طب هو زار الحاج محمد مصلح في الاتحاد عشان مين؟ ولا عشان حسام حسن؟ ما هو المشترك بين الاثنين حسام حسن. حسام حسن في الاتحاد مدرب، وحسام حسن في سموحه لاعب. يا جماعه مش انا لعيب من سموحه، محتاج ان كابتن الخطيب يروح سموحه. اكلمه بالتليفون يقول له عايزين كده، هقول له عايزين. خلي بالك الحاج فرج عامر ده راجل بروفيشنال قوي يعني. صحيح. يعني مش. وكمان الوطن قال لك الاهلي عن التفاوض مع الهوني غير صحيح. الهوني اللاعب الليبي لاعب الترجي التونسي، الراجل لاعب مباراه كويسه جدا على نادي الزمالك، الحق الاهلي هيجيبه. فالاهلي قال لك لا، مع احترامنا وتقديرنا للاعب وامكاناته ولنادي الترجي، لكن مفيش اتصالات ومفيش مفاوضات. عندنا الاجانب بتوعنا خلاص.